السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الابرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم صعيدكم القبه، كل عام ان شاء الله بربي. حنايا غادي نطرقوا بعد شنا كيفاش القضيه اللي كانت تاع جياسكا، شباب رياضي القسنطيني، وين الانصار تاع الشباب الرياضي القسنطيني يطلبون بطرد عرامه. هدد انصار الفريق شباب قسنطينه بنقل احتجاجات الى مقر شركه الابار بالعاصمه، احد فروع شركه سوناتراك، اذ لم تتحرك هذه الاخيره لتنحيه المناجر العام للفريق طارق عرامه المتهم بالتلاعب بنتيجه المقابله الاخيره من البطوله لصالح فريق اتحاد العاصمه المتوج باللقب البطولة، وهي المقابلة التي احتضنها الملعب الشهيد حملاوي وانتهت لصالح الزوار بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. ما راوش ما نقولوش عرامة، كلش مخدوم. وحملوا أنصار شباب قسنطينة هذه الخسارة التي وصفوها بالمهزلة بعد فريق ما خسرش 37 مقابلة في الميدان تاعو في حق ألوان النادي، إلى المناجر العام لفريق طارق عرامة متهمين إياه بترتيب النتيجة، وطلبوا المسؤولين على الفريق بطرد هذا الأخير وتعويضه بمناجر جديد في أقرب أجل، خاصة وأن الوقت ليس في صالح النادي الذي تنتظره انتدابات وتحضيرات ومواعيد هامة على غرار المنافسة العربية. هذه تاع المنافسة العربية مرتبة سابعة لأسالة الحبر. ولاد قسنطينة يبغوا كرة قدم، شباب قسنطينة 40 سنفور، 40 ألف سنفور. هذه الزمان نعقل يقول لك 40 ألف سنفور، 40 ألف سنفور كانوا يعمروا حملاوي وحدهم، يعمروه وحدهم، وين يعرفوا كرة قدم، يعرفوا التلاعب بالمقابلات، يعرفوا كرة القدم مليح، ويعرفوا الخبايا تاع كرة القدم في الجزائر يعرفوها مليح، باش واحد يجي يلعب لهم بالألوان تاع الفريق. وين فريق، وين نعرفوا شباب قسنطينة الفريق الأنصار تاع الفريق تاع شباب قسنطينة اللي عندهم كيما يقولك يبغوا الروح الرياضية، يبغوا النزاهة. كيما يقولك تربح، شناهم كانوا يضربوا على الشامبيونة خسروا في بلادهم وصفقوا على لادفيرسير، شناهم شحال من خطرة تفرجنا، شنا ما عندهمش مشاكل في الملعب تاعهم، يعرفوا كرة قدم، يحبوا المتعة تاع كرة القدم، يحبوا الفوز. وانا نقول لكم نعاود، انايا عندي احبابي في قسنطينه انصار شباب قسنطينه يبكون هاللي كيما نقول اسمه يونس وجماعه اللي جاوا معاه، هاللي لعبوا العام اللي فات في بلعباس باتوا عندي هنا في الدار، باتوا عندي هنا في الدار، والصباح قالوا راحوا لبلعباس العام اللي فات. اني عاقل على السكور، خاطر علاه عيطوا لي من السطاد قالوا لي ربحنا 2-0، ربحوا بلعباس العام اللي فات 2-0 في بلعباس، باتوا عندي هنا في الدار. وين قال لي نطردوه، قال لي ما نخلوش. واكد الانصار الغاضبون في دردشه مع الصحفيين انهم لن يهدأ لهم بال ما دام طارق عرامه على راس الفريق، مؤكدين انهم اتصلوا هاتفيا بالسيد ابراهيم حمودي المدير العام لشركه الابار ونقلوا له انشغالاتهم، مؤكدين له انه في حال عدم التحرك سيتم تنظيم رحلة تضم أكثر من 20 حافلة من الأنصار الشباب نحو المقر الشركة بالعاصمة من أجل احتجاج بعدم وين غادي ينظموا احتجاجات بحديقة الرحماني عاشور في نهاية هذا الأسبوع. يا قال لكم قلعوه قلعوه صيك، وانا راكم هذا السؤال ها قلعوه صيك واحد برك ها قلعوه. ايوا انتم اي والله ماني هذول خاطش علاه يديروهم باش ياكلوا معاهم، ما يجيبوش يجيبوه خد اخر جديد ويربوه
ويغرسوه ويربوه باش يقلعوه الشعب، علاه تحوسوا ديروا مشاكل احتجاجات والصوالح وكلش؟ هي نورمال قلعوه صايك ماشي عيب، صايك قلعوه واخره صايك. اي عرام اخويا حمال ديك راك خدام هنا، انت راك تابع الاداره، اي صايك راك تابع الاداره وصايك، وراك تخدم على روحك تصور على الدراهم ونديروا واحد اخر وصايك. علاه تخلوا تيديروا احتجاجات ويديروا بن ويهضروا ويعاودوا باش تفيقوا؟ هي عليها مسائلها قلعوه صحيح نورمال. ويرى ان الانصار شباب الذين تحدثوا، وان الامثل لهذا المشكل هو الرحيل الاداره الحاليه المتهمين بالعمل على تشويه صوره الفريق من خلال تلاعبتهم بنتائج المباريات، معتبرين ان الفريق ليس بحاجه الى الاموال من اجل ترتيب نتائج في ظل الميزانية الضخمة التي تضخها شركة الآبار لنادي قسنطيني كل موسم. عطوا 120 مليار في الشهر في العام. أخويا أنت يجيبوا لك الذهب قول لهم لا، يجيبوا لك اللويز قول لهم لا، يجيبوا لك اللويز قول لهم لا. لا لعب خويا، روح تلعب، ادخل الستار تربحني نسلم عليك ندوش لك نوكلك ونخليك تروح نقول لك هيا بالسلامة عطيك السلامة. والو والو، هي نورمال معرمة معرمة. كونجح كونجح في المكالمة اللي دارها مع ملال، كون من الملال عيط له شي يقول له ملال خويا أنايا يا خويا غادي نلعب لهم بالو ربحوني بصحتهم، ما تقول بلي راهم جايين ورايحين. جاب لنا أغنية تاع الشاب حسني، جاية ورايحة عندي، رايحة وجاية عندي. ومن جهة أخرى بدأت الاتصالات بعدد من الوجوه الرياضية التي حملت ألوان شباب من أجل التدعيم الطاقم الإداري بها، حيث أكدت مصادر أن هناك اتصالات مع اللعاب الدولي السابق ياسين بزاز من أجل تعيينه في المنصب المناجر العام للفريق، كما تم اقتراح اسم اللعاب السابق أيضا عدلان بوخدنة من أجل تولي المنصب المدير الرياضي للفريق. وفي ظل هذه الأزمة التي يعيشها نادي الشباب قسنطينة، ضاعت عليه العديد من الصفقات التي كان يريد انتدابها خلال الميركاتو الصيفي، كما أن العديد من الكوادر الفريق مهددة بالرحيل في ظل اهتمام كبير من مختلف الأندية وطلب كبير عليهم، وعلى رأسهم وسط الميدان استرجاعي عماري الذي وضعه فريق وفاق سطيف نصب عينيه من أجل استرجاعه للملعب 8 ماي 1945. حنايا شنو نطلبوا؟ نطلبوا تسوية بالخفض، نطلبوا شباب قسنطينة خاطر فريق كبير، فريق عريق، كيما نقولوا حنايا أول فريق في الجزائر، أول فريق ليمارس كرة القدم هو الشباب الرياضي القسنطيني. هذه ما نكذبوش على روحنا، التاريخ يهدر كيما هكا، التاريخ يهدر كيما هكا. أنا شت 1800 ما شتش 1900، عين تادلس هنا مقاجية 1917، عين تادلس عين تادلس مقاجية 1917 بالوثائق. أنا شت قسنطينة 1800 داروها ناس، خلقوا الفوتبال، خلقوا البوكس، خلقوا البيسكل، خلقوا السباق تاع البيسكليتات، خاصة وين كانوا مركزين على البوكس، هو اللي يدير الحماس في قلب الجزائريين. عربي مع قاوري يحوس يدق دقه. داروا الفوتبال، داروا تاع الكورس تاع البيسكليتات، عاك تشوف كيفاش داروا تاع العدائين هذيك، داروا بزاف صوالح وقلعوا باش يغرسوا. مي قالوا في طون غرسوا المنافسة، وين واحد من عربي عرب منا وفلي فرنسي من وعربي بوكسر وقاوري بوكسر، البنية غير شي غادي تولي يولي النار شاعلة على هذيك. هذا الفريق لأن واحد من الناس نحترمه، هذا عرامة ينجم يكذب وحده يستقيل، علاه راه قاعد هضروك على بالك باللي صعيبة صعيبة، أنت يا الناس مشي باغياتك وأنت قاعد، يا مشي باغيينك ها روح نورمال، علاش راك قاعد؟ علاه؟ المعجون كوفيتير كوفيتير العصير قطرة يا روح صايق ما بغيتش نورمال، مش الناس مشي باغياتك نورمال. وهذه الشركة تاع الآبار على تخلو تا الجمهور يخرج يتجمع ويقعد في الطريق ويبلع الطريق باش تهدروا، يا وخروا صايق راكم تشوفوا عندكم السونداج، هذا اللاعب هذا البريزيدون اللي قابلينه ولا مشي قابلينه، وصايق يخرج نورمال، مام هو يقولوا ما انا نروح
صاي خدمت عامين جبت درت تيتر روحك بريزيدون جبت جبت شامبيونا صاي وصلت دومي فينال كوب دافريك صاي بزاف عليك الحمد لله ريح دروك نتايا هذوك خليهم سيبي روحك من يهضر واحد معاك قول له شكون اللي وصل منا وشكون اللي دار منا وشكون اللي دار منا هذه هي خير ما تخرج والناس تكرهك وتخسر كاع الفائده اللي درتها تخسرها هذه هي حنايا في الاخير نهدوها ليونس خويا تاع قسنطينة فاروق وطارق تاع قسنطينة هذو ثلاثة ربي يحفظكم وحمل لكم على الموضوع اللي رسلتوه لي صحيتو ربي يحفظكم صحيتو.